نباتات الصبار إلها العديد من الاستخدامات، منها النباتات السامة ومنها النباتات اللي يستخرج منها الماء بالصحراء ومنها الألوفيرا اللي تعتبر من نباتات الجمال. هتقولوا لي نبات الجمال؟ نعم، الألوفيرا سميت بنبات الجمال لأنها تحتوي على مضادات أكسدة بكميات جدا كبيرة وفيتامين أي، فبإمكانك إنه إذا طبقتيها على شعرك، إذا طبقتيها على بشرتك، وإذا شربتيها أيضا راح تحصلين على نتيجة جدا جميلة. الألوفيرا دائما تحارب العديد من علامات تقدم البشرة والشيخوخة المبكرة، بالتالي إذا استخدمنا الألوفيرا أو خلاصة الألوفيرا، يعني إحنا لو جبنا قطعة من الألوفيرا وقسمناها بالنص وطلعنا منها خلاصة الألوفيرا وحطيناها على الشعر، راح يساعد على ترطيب الشعر، إعادة الحيوية له وإمداده بالسوائل اللي يحتاجها. أما إذا شربناها راح يصير عندنا تنظيم لعملية الهضم وأيضا تقليل من الدهون الموجودة بالجسم وإمداد الجسم بالسوائل بكميات جدا كبيرة تساعد على ترطيب البشرة، وأيضا بإمكاني أني أطبقها على سطح البشرة ناحية الوجه أو الجسم بالكامل كنوع من المرطبات اللي تساعد على تقليل علامات تقدم السن، الخطوط الرفيعة اللي ممكن تكون موجودة بالوجه وأيضا التشققات اللي موجودة بالجلد بسبب الجفاف. إذا بإمكانكم أنه تستغلون الألوفيرا، وإذا تقولوا لي مين نشتريها، أنا أنصحكم بعدم شراء الألوفيرا الجاهزة اللي تكون موجودة بمحلات التجميل ومكتوب أنه هي مصنوعة من 99% من الألوفيرا، لا، أنصحكم أنه تشترون النبتة نفسها من المشاتل، هتلقوها موجودة، اطلبوا من أبو المشتل ينطيكم نبتة الصبار الألوفيرا زين الصحية، حطيها بالبيت ويوميا تقدرين تقطعين منها شوية وتستخدميها لجمالك. أيضا الصبار له استخدامات أخرى وهي تزيين البيت، وكيفية استخدام الصبار بوروده المختلفة وبألوانه الجميلة لتزيين البيت بأشكال مختلفة.